بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الحلوين، طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي جريد 5، أهلا وسهلا بيكم. Welcome my dear students، معكم مستر هيثم فاروق لشرح درس Dividing by a 3-digit number for the 5th grade primary first term. تعالوا الأول يا شباب نفتكر إزاي كنا بنعمل divide by a 2-digit number في grade 4. كان بيقول لي find the result of each of the following. Number 1, 276 divided by 12. طبعا طالما كنت بعمل divide by 2 digit number، طبعا الستيبس او الخطوات بتاعتنا هفكركم بيها. طبعا كنا بنعمل مسألة الديفايد ها على 4 steps. divide times minus bring down، divide times minus bring down، divide times minus bring down. بعد ما بعمل bring down برجع ابتدي الفور ستيبس من اول وجديد تاني. تعالوا نشوف نمبر 1 بيقول لي 276 divided by 12. طبعا كنت بعمل الستيبس بتاعتي، بعمل ايه يا مستر؟ طبعا بعمل حرف ال المقلوب وبعدين الرف وبعدين المخزن او المارجن. بعد كده ها المعلم الكبير اللي هو الديفيدند بيتحط تحت السلم، والديفايزر بيتحط على الرف. 276 divided by 12. السنه اللي فاتت في جريد 4 كنا بنقول ايه؟ بضيفد على 2 ديجيت هاخد 2 ديجيت، بضيفد على 2 ديجيت هاخد 2 ديجيت. النمبر بتاعي bigger than 12 ولا smaller than؟ bigger than. 27 bigger than 12. طالما bigger than كنت بعمل ايه؟ بكافيار اليونتس مع اليونتس. اتبقى لي مين؟ اتبقى لي 2 مع 1. يلا نبتدي الفور ستيبس بتوعنا من اول وجديد. 2 divided 1 equal 2. هنجرب ال 2 في المارجن. يلا 2 times 2 equal 4 و 2 times 1 equal 2. ال 2 طلعت لي 24 وانا معايا 27 بزيادة، يبقى ال 2 نفعت ولا ما نفعتش؟ ال 2 نفعت عشان طلعت لي نمبر اصغر من اللي معايا. بعمل فيها ايه؟ هنكتبها فوق والانصر بتاعها تحت، واشد خط وماينس. 7 minus 4 equal 3، 2 minus 2 equal 0. بعد الماينس برينج داون، مين اللي عليه الدور ينزل برينج داون؟ ال 6. النمبر بتاعي بقى 36 bigger than 12. هكافيار اليونتس with the units، اتبقى لي 3 مع ال 1. يلا 3 divided by 1 equal 3. هجرب ال 3 في المارجن. 3 times 2 equal 6 و 3 times 1 equal 3. ال 3 طلعت لي 36 the same number، نفس النمبر اللي معايا، يبقى ال 3 نفعت. طالما نفعت بعمل فيها ايه؟ هنكتبها فوق والانصر بتاعها تحت، واشد خط وماينس. 6 minus 6 equal 0 و 3 minus 3 equal 0. يبقى الكووشنت طلع 23 او الانسر طلع 23. تعالوا ناخد another question عشان تثبت في دماغنا، عشان نفتكر الايه اللونج ديفيجن كويس. 495 divided by 15. يلا نعمل الستيبس. حرف ال المقلوب، ها الرف، ها المارجن. ادي يا مستر الديفيدند هيتكتب تحت السلم، ها والديفايزر على الرف. بضيفد على 2 ديجيت هاخد 2 ديجيت. النمبر بتاعي bigger than 15، يس. هكافير اليونتس with the units، بخبي اليونتس مع اليونتس، يتبقى لي 4 مع 1. يلا نبتدي الايه الستيبس بتاعتنا. 4 divided by 1 equal 4. هجرب ال 4 في المارجن. 4 times 5 equal 20، 0
and by renaming 2. 4 times 1 equal 4. 4 and 2 equal 6. ال 4 طلعت لي 60 وانا ما معيش غير 49 بس، كده ال 4 كبير عليا. امشي يا 4، اجرب اللي اصغر منها اللي هو 3. تمام يلا ها، 3 times 5 equal 15. 5 and by renaming 1. 3 times 1 equal 3. 3 ومعانا 1 equal 4. ال 3 طلعت لي 45 وانا معايا بزياده الحمد لله 49، يبقى ال 3 نفعت معانا. هنكتبها فوق والانصر بتاعها تحت، واشد خط وماينص. 9 minus 5 equal 4. 4 minus 4 equal 0. بعد الماينص برينج داون، مين اللي عليه الدور؟ ال 5 هنعملها برينج داون، يبقى النمبر بتاعنا بقى 45. انا لقيت ال 45 طالعة في المارجن مع مين؟ مع ال 3، يبقى ال 3 هي اللي هتنفع معانا. هنكتبها فوق والانصر بتاعها تحت، واشد خط وماينص. 5 minus 5 equal 0 و 4 minus 4 equal 0، يبقى الكووشنت او الانصر طلع 33. يلا بينا بقى ندخل في درس النهاردة اللي هو dividing by a 3 digit number. بيقول لي find the quotient of each of the following، ومديني 4 problems، 4 مسائل. يلا نحل مسألة مسألة. question number 1 بيقول لي 5289 divided by 123. طب يلا نعمل الستيبس. حرف ال المقلوب، الرف والمخزن. طبعا هكتب الديفيدند او المعلم الكبير في مكانه، والديفايزور على الرف في مكانه. يلا بينا دلوقتي بقى يا مستر، الاغنية هتتغير. بضيفد على 3 ديجيت، هاخد 3 ديجيت. المرة اللي فاتت كنت بضيفد على 2 ديجيت، هاخد 2 ديجيت. دلوقتي بقى بضيفد على 3 ديجيت، هاخد 3 ديجيت. النمبر بتاعنا bigger than ال 123 ولا smaller than؟ الحمد لله bigger than. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هكافير اليونتس والتنس مع اليونتس والتنس. التانية كنت بكافير اليونتس مع اليونتس، لا هنا بقى هكافير اليونتس والتنس مع اليونتس والتنس. اتبقى لي مين؟ الفايف مع مين؟ مع الوان. يلا 5 divided 1 equal 5. هجرب الفايف في المارجن. يلا بينا 5 times 3 15. 5 and by renaming 1. 5 times 2 10. 10 and 1 equal 11. 1 and by renaming 1. 5 times 1 equal 5. 5 and 1 equal 6. ال 5 طلعت لي 615 وانا ما معيش غير 528. امشي يا 5، انت كبير عليا. هجرب ال 4. يلا بينا 4 times 3 equal 12. 2 and by renaming 1. 4 times 2 equal 8. 8 and 1 equal 9. 4 times 1 equal 4. ال 4 طلعت لي 492. نفعت، علشان ال 492 smaller than ال 528. طالما ال 4 نفعت معانا هنكتبها فوق. بكتبها فين؟ فوق اول ديجيت انا شغال عليه. هنكتبها فوق ال 8، هنكتبها فوق والانصر بتاعها تحت، واشد خط وماينص. 8 minus 2 equal 6. 2 minus 9 it can't be borrow 1. هعمل borrow 1، هستلف من ال 5. 1 هتبقى 4 وال 2 هتبقى 12. 12 minus 9 بعد ال 9 10 11 12 equal 3، ودي بقت 4. 4 minus 4 equal 0. بعد الماينس برينج داون، ميل عليه الدور ينزل ال 9. هنعمل برينج داون لل 9. النمبر بتاعنا بقى كام يا شطار؟ 369. النمبر بتاعنا bigger ولا smaller than ال 123؟ bigger than.
يبقى هكافيار اليونتس والتنس مع اليونتس والتنس، يتبقى لي 3 مع 1. 3 divided 1 equal 3. تعالوا نجرب ال 3 في المارجن، يلا 3 times 3 equal 9، 3 times 2 equal 6، 3 times 1 equal 3. يبقى ال 3 طلعت لي the same number، نفس النمبر، يعني ال 3 نفعت. هنكتبها فوق والانسر بتاعها تحت، واشد خط وماينس 9 minus 9 equal 0، 6 minus 6 equal 0، 3 minus 3 equal 0. يبقى طلع الكوشنت او الانسر 43. question number 2، يلا بينا. 62,160 divided by 296. تعالوا نعمل الستيبس. حرف ال المقلوب، وادي الرف، وادي المخزن او المارجن. طبعا هنكتب الديفيدند تحت السلم في مكانه، والديفايزر على الرف. يلا ها، ببتدي بالاغنية بتاعتي اللي بتقول بضيفد على 3 ديجيت، هاخد 3 ديجيت. يلا النمبر بتاعنا 621، bigger than 200 ولا smaller than؟ bigger than يا مستر. طالما اطمنت على النمبر بتاعي انه bigger than، يبقى هكافير اليونتس والتنس مع اليونتس والتنس. اتبقى لي 6 with the 2، 6 مع ال 2، 6 divided by 2 equal 3. تعالوا نجرب ال 3 في المارجن، 3 times 6 equal 18، 8 and by renaming 1. 3 times 9 equal 27. 27 and 1 28. 8 and by renaming 2. 3 times 2 equal 6. 6 and 2 equal 8. ال 3 طلعت لي 888 وانا ما معيش غير 621. امشي يا 3، انت كبير عليا. نجرب اللي اقل منها اللي هي 2. 2 times 6 equal 12. 2 and by renaming 1. 2 times 9 equal 18. 18 and 1 equal 19. 9 and by renaming 1. 2 times 2 equal 4. 4 and 1 equal 5. ال 2 طلعت لي 592 وانا معايا 621. تمام، يبقى ال 2 نفعت معانا. طالما التوني فات معانا بعمل ايه؟ هنكتبها فوق والانسر بتاعها تحت، واشد خط وماينس 1 minus 2 it can't be borrow 1. هنستلف من التو 1 هتبقى 1، وال 1 طبعا نط جنب ال 1 خلاه 11. 11 minus 2 equal 9، دي طبعا بقت 1. 1 minus 9 it can't be borrow 1. ال 6 هتبقى 5 وال 1 هيبقى 11. 11 minus 9 equal 2، ودي بقت 5. 5 minus 5 equal 0. بعد الماينس برينج داون، مين اللي عليها الدور تنزل؟ ال 6. يلا نعملها برينج داون. النمبر بتاعنا بقى كام يا شطار؟ 296. ايه ده؟ لاحظت ان دي 296 والديفايزر هو كمان 296. وطبعا كنا واخدين في جريد 3 ان any number divided by itself equal 1. اي نمبر اضيفده على نفسه يديني هو ال 1. طبعا ال 1 ما بيتجربش في المارجن، بطلع اكتبه فوق على طول. ها بعد كده بتايمز واكتب تحت 1 times 296 ب 296. بعد التايمز اشد خط وماينس 6 minus 6 equal 0. 9 minus 9 equal 0. 2 minus 2 equal 0. هل كده المسألة خلصت؟ لسه في لسه 0 هو هنعمل له برينج داون. يلا بينا. 0 divided 296. طبعا ال 0 divided any number except 0 ما عدا ال 0 طبعا equal 0. يبقى الكوشنت طلع 210.
تعالوا نشوف question number 3. يلا بينا. ها 6188 divided by 221. يلا نعمل الستيبس بتاعتنا. ادي يا مستر حرف ال المقلوب، وادي الرف، وادي المارجن. يلا هنكتب الديفيدند تحت السلم، والديفايزر على الرف. بضيفد على 3 ديجيت، هاخد 3 ديجيت. النمبر بتاعي 618 divided by 221. النمبر بتاعي بيجر الحمد لله. طالما اطمنت على النمبر بتاعي انه بيجر، هكافير اليونتس والتنس مع اليونتس والتنس. اتبقى لي 6 مع 2. 6 divided 2 equal 3. تعالوا نجرب ال 3 في المارجن. يلا 3 times 1 equal 3. 3 times 2 equal 6. 3 times 2 equal 6. الثري طلعت لي 663، وانا ما معيش غير 618 بس، يبقى انت يا 3 كده كبير عليا. امشي هنجرب اللي اقل منها اللي هي 2. 2 times 1 equal 2. 2 times 2 equal 4. 2 times 2 equal 4. ال 2 طلعت لي 442، وانا معايا الحمد لله بزياده 618، يبقى ال2 نفعت معانا. هنكتبها فوق، طبعا فوق ال8 عشان ال8 ده اول ديجيت انا شغال عليه. هنكتبها فوق والانسر بتاعها تحت، واشد خط وماينس 8 ماينس 2 ايكوال 6. 1 ماينس 4 ات كانت بي بورو 1. هستلف من ال6 1 بقت 5، ال1 نط جنب ال1 خلاه 11. 11 minus 4 equal 7. طبعا ال6 بقت 5. 5 minus 4 equal 1. بعد الماينس برينج داون، طبعا اللي عليها الدور تنزل ال8. النمبر بتاعنا ما شاء الله بقى كبير جدا اهو. طالما النمبر بتاعنا بيجر، بكافيار اليونتس والتنس مع اليونتس والتنس. طبعا اتبقى لي مين؟ 17 مع مين؟ مع 2. 17 divided by 2. if table 2 يديني 17 يا حلوين، مفيش حاجة يا مستر في table 2 تديني 17. طب نقلل شوية، ايه في table 2 يديني 16؟ 8. طب تعال نجرب ال 8 في المارجن. 8 times 1 equal 8. 8 times 2 equal 16. We write 6 and the by renaming 1. 8 times 2 equal 16. 16 and 1 equal 17. The same number، نفس النمبر. يعني ال 8 نفعت معانا. هنكتبها فوق والانسر بتاعها تحت، واشد خط وماينس 8 minus 8 equal 0. 6 minus 6 equal 0. 7 minus 7 equal 0. 1 minus 1 equal 0. طلع الكوشنت او الانسر 28. تعالوا نشوف question number 4. 15345 divided by 165. الستيبس بتاعتنا ما بتتغيرش. يلا حرف ال ال المقلوب، وادي الرف، وادي المخزن او المارجن. يلا بينا. الديفيدند هنكتبه تحت السلم، والديفايزر على الرف. بضيفد على 3 ديجيت، هاخد 3 ديجيت. النمبر بتاعنا 153، smaller than ال 165، يبقى it can't be both zero mister. طالما النمبر بتاعي smaller than الديفايزر، يبقى بقول it can't be واطلع احط فوق ايه؟ زيرو. بوت زيرو مستر. ووسع النمبر شوية، هناخد الفور معانا. بقى النمبر بتاعنا 1534. طبعا كده النمبر بقى بيجر الحمد لله. هكافير اليونتس والتنس مع اليونتس والتنس. اتبقى لي 15 مع 1. 15 divided 1 equal 15. طبعا مش معقولة هجرب ال 15 هنا في المارجن. اكبر نمبر بجربه في المارجن، طبعا فاكرينها من السنة اللي فاتت، الناين. برافو عليكم. تعالوا نجرب الناين. يلا بينا.
9 تايمز 5 ايكوال 45. للناس اللي حافظه التيبل، ها وي رايت 5 اند باي رينيمينج 4. 9 تايمز 6 ايكوال 54 اند 4 ايكوال 58. 8 اند باي رينيمينج 5. 9 تايمز 1 ايكوال 9. 9 اند 5 ها ايكوال 14. يبقى ال 9 طلعت لي 1485، وانا معايا بزياده الحمد لله 1534، يعني ال 9 نفعت معايا. هنكتبها فوق والانسر بتاعها تحت، واشد خط وماينس 4 ماينس 5 ات كانت بي بورو 1. هنعمل ها بورو 1 من ال 3، ال 3 هتبقى 2 وال 4 هتبقى 14. 14 minus 5 equal 9. طبعا دي بقت 2. 2 minus 8 it can't be borrow 1. هروح استلف من ال 5 1 هتبقى 4 وال 2 هتبقى 12. 12 minus 8 equal 4. طبعا دي بقت 4. 4 minus 4 equal 0. 1 minus 1 equal 0. بعد الماينس bring down مين اللي عليها الدور تنزل؟ ال 5. النمبر بتاعنا بقى 495 bigger than 165. هكافير اليونتس والتنس مع اليونتس والتنس، اتبقى لي 4 مع ال 1. 4 divided 1 equal 4. تعالوا نجرب ال 4 في المارجن، يلا بينا. 4 times 5 equal 20 0 and the boy renaming 2. 4 times 6 equal 24. 24 and 2 26. 6 and the boy renaming 2. 4 times 1 equal 4. 4 and 2 equal 6. ال 4 طلعت لي نمبر اكبر من اللي معايا. امشي يا 4 انت كبير عليا. اقوم اجرب ال 3. طب يلا 3 times 5 equal 15. 5 and the boy renaming 1. 3 times 6 equal 18. 18 and 1 equal 19. 9 and the by renaming 1. 3 times 1 equal 3. 3 and 1 equal 4. ال 3 طلعت لي the same number، يبقى ال 3 نفعت معانا. هنكتبها فوق والانسر بتاعها تحت، واشد خط وماينس 5 minus 5 0. 9 minus 9 0. 4 minus 4 0. طلع الانسر او الكووشنت 93. تعالوا بقى ناخد some real life problems اللي بنسميها الستوري problems. تعالوا نشوف. number 1 بيقول لي find the number، اوجد النمبر which when multiplied by 117 اللي لو عملنا له times 117 the result will be 2925. كلمة when multiplied أو if multiplied خدناها طبعا في grade 4 وعرفنا أنها بتدل على الديفايد، بضيف the number البيجر على النمبر السمولر. تعالوا نشوف، يلا الستيبس بتاعتنا. ها حرف ال L المقلوب، وادي الرف، وادي المارجن. هنكتب طبعا المعلم الكبير تحت السلم، والديفايزر على الرف. بضيف على 3 ديجيت، هاخد 3 ديجيت. النمبر بتاعنا بيجر، ال 200 اكبر من ال 100. هنكافير اليونتس والتنس مع اليونتس والتنس، اتبقى لي 2 مع 1. 2 divided 1 equal 2. تعالوا نجرب ال 2 في المارجن. 2 times 7 equal 14. 4 and by renaming 1. 2 times 1 equal 2 and 1 equal 3. 2 times 1 equal 2. ال 2 طلعت لي 234 وانا معايا بزياده 292. ال 2 نفعت معانا؟ يس. هنكتبها فوق والانسر بتاعها تحت، واشد خط وماينس 2 minus 4 it can't be borrow 1. هروح لل 9 واعمل لها بورو 1 استلف 1. ال 9 هتبقى 8 وال 2 هتبقى 12. 12 minus 4 equal 8. ها ال 9 طبعا بقت 8. 8 minus 3
equal 5. 2 minus 2 equal 0. بعد الماينس بيرينج داون. طبعا مين اللي عليها الدور تنزل؟ ال 5. النمبر بتاعنا بقى 585. bigger than ال 117. yes. هكافير اليونتس والتنس مع اليونتس والتنس. اتبقى لي 5 مع 1. 5 divided 1 equal 5. تعالوا نجرب ال 5 في المارجن. يلا بينا. 5 times 7 equal 35. We write 5 and by renaming 3. 5 times 1 equal 5. 5 and 3 equal 8. 5 times 1 equal 5. The same number. يبقى ال 5 نفعت معايا. هنكتبها فوق والانسر بتاعها تحت. واشد خط وماينس. 5 minus 5 equal 0. 8 minus 8 equal 0. 5 minus 5 equal 0. يبقى طلع السكند نمبر 25. تعالوا نشوف بروبلم نمبر 2. بيقول لي the product of multiplying two numbers is 9088. حاصل ضرب two numbers 9088. If one of them is 284. أحد الـ two numbers اللي معايا 284. Find the other number. عاوز النمبر التاني. تعالوا نعمل الـ steps بتاعتنا. يلا بينا. حرف الـ L المقلوب. وآدي الرف. وآدي المارجن. يلا هنكتب الإيه؟ المعلم الكبير تحت السلم. والنمبر الـ smaller أو الـ divisor على الرف. يلا بينا. بضيف على 3 digit. هاخد 3 digit. النمبر بتاعي 900. bigger than 200. الحمد لله. يبقى هنكافير اليونتس والتنس مع اليونتس والتنس. اتبقى لي 9 مع 2. 9 divided 2. if table 2 يديني 9 يا شباب. مفيش حاجة يا مستر. طب نقلل شوية. if table 2 يديني 8. 4. هجرب ال 4 في المارجن. 4 times 4 equal 16. 6 and by renaming 1. 4 times 8 equal 32. 32 and 1 33. 3 and by renaming 3. 4 times 2 equal 8. 8 and 3 equal 11. ال 4 طلعت لي نمبر اكبر من اللي معايا بكتير. امشي يا 4. هنجرب الايه؟ ال 3. 3 times 4 equal 12. 2 and by renaming 1. 3 times 8 ب 24. 24 and 1 25. 5 and by renaming 2. 3 times 2 equal 6. 6 and 2 equal 8. 3 طلعت لي 852 وانا معايا بزيادة الحمد لله 908. يبقى 3 نفعت معايا. طالما نفعت معايا بعمل فيها ايه؟ هنكتبها فوق والانسر بتاعها تحت. واشد خط وماينس. 8 minus 2 equal 6. 0 minus 5 it can't be. Borrow 1. ال 9 هتبقى 8 وال 0 هتبقى 10. 10 minus 5 equal 5. 8 minus 8 equal 0. بعد الماينس bring down. طبعا اللي عليها الدور تنزل ال 8. النمبر بتاعنا بقى 568 أكبر من 284. طالما اطمنت على النمبر بتاعي إنه بيجر، هكافير اليونتس والتنس مع اليونتس والتنس. اتبقى لي الفايف مع التو. 5 divided 2. if table 2 يديني 5 يا شباب. مفيش حاجة يا مستر. طيب ها نقلل شوية. if table 2 يديني 4. 2. تعالوا نجرب التو في المارجن. 2 times 4 equal 8. 2 times 8 equal 16. 6 and by renaming 1. 2 times 2 equal 4. ومعانا 1 يبقوا 5. ال 2 طلعت لي the same number. يعني ال 2 نفعت معايا. وطالما نفعت معايا هنكتبها فوق والانسر بتاعها تحت. واشد خط وماينس. 8 minus 8 equal 0. 6 minus 6 equal 0. 5 minus 5 equal 0.
وفي نهاية درس النهاردة يا حبايبي بتمنى تكونوا فهمتوا درس اللونج ديفيجن باي 3 ديجيت نمبر بكل سهولة. With my best wishes and goodbye.